الرحيم. احنا الحلقه بتاعتنا النهارده تغيير جنزير العجل السباق. العجل السباق ده جاي معاه بقى باور لينك او قفل جنزير طبعا للعجل السباق. طبعا احنا عارفين القفل الجنزير لما نيجي نركبه في العجل السباق بيحصل ان هو بيحك في السيستم الخلفي. النوعيه ده جاي مع قفل مخصوص اللي هو بيركب نظام ضغط بالايد. ازاي هنشوف؟ احنا طبعا الجنزير ده بايظ. اول حاجه بنطلع الجنزير كده من العلبه زي ما هو باين كده. طبعا نوعيه الجنزير جيده جدا. شكل الجنزير حتى باين من الجوده بتاعته وكله. طبعا بص شكل الجنزير حتى في نظام بروز من عقله وعقله. بص جاي ازاي مخصوص معمول لجنزير جاي من طبعا جاي من بره. وفي نفس الوقت واحلى حاجه ان جاي معاها قفل الجنزير او الباور لينك. شكله طبعا التركيب ازاي هقول لكم التركيب بتاعه ازاي. ده النظام الباور لينك او القفل الجنزير الاوتوماتيك او اللي بيقفل بنظام ضغطه بدون داء ولا اصلا في حاجه. طبعا الشكل باين قدامكم اهو. واحنا طبعا هنوريكم التركيب ازاي، بس هنفك الجنزير القديم البايظ وهنوريكم نظام الفك ازاي والتركيب الجديد ازاي. طبعا بندوق عند العقده كده، بننزل الوش بتاع البنز هنا. اول شيء بجيب مسمار صلب بثبته اعلى البنز. كده انا خلاص بفك الجنزير القديم بكل سهوله. هنشيل الجنزير طبعا. ده شكل الجنزير طبعا. وطبعا قلنا مميزات الجنزير ده شكله غريب جدا، فطبعا من نوعيه نظيفه جدا. في نفس الوقت احنا نيجي نركبه. نركب ازاي؟ بركب اول شيء عند الترس الامامي كده وبركبه وبعدي اول حاجه الجشمه اللي هو الايه؟ الاماميه. بعد كده وبعديه تمام. يبقى كده انا ثبتت اول جزء كده. وانا اقول لكم برضو طريقه التركيب السهل ازاي للجنزير العجله السباق. الناحيه الثانيه برضو ماشي معايا وانا بركب كده. كده باينه اهي. اجي الناحيه دي هنا الكاميرا تجيب لي حته الجزء تحت ده كده. بعديه في الجزء ده او البنز بتاعه كده اعدي كده واسحبه انا بكل سهوله الناحيه الثانيه كده. طب خلاص اثبت كده تمام. اجي بقى برضو في جزء هنا بعديه برضو جنزير في الترس الخلفي اللي من تحت كده بنعدي. اول شيء كده خلصنا الجزء ده. اجي الناحيه الثانيه اجيب الجنزير الثاني. انا طبعا عايز اركب القفل. اول شيء انا ماسك هنا الجزء ده كده بالسلك اللي انا عاملها دي بتحكم عشان اقدر يبقى كده الجنزير ماسك معايا بدون اي حد ما يمسك معايا. وفي نفس الوقت انا باجي اجيب القفل باور لينك كده بركبه كده تمام. والناحيه الثانيه دي بركبه عكسه كده. يبقى انا كده عرفت بركب ازاي. اجي اركب هنا دي كده ودي كده. شوف انا عملت ازاي. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اشيل الحته دي. شفت انا ركبت القفل ازاي؟ واشد الجهه ضغطه كده. خلاص ركب اهو كده ركب القفل خلاص معايا. ده نظام تركيب القفل باور لينك. اجي اركب الجنزير كل حاجه اثبته انا ولا عملت دق ولا اي صنف حاجه وركبته بكل سهوله. ده نظام تركيب الباور لينك في القفل او القفل الجنزير في جنزير السباق بكل سهوله. وطبعا دي حركه العجله. فطبعا دي كانت حلقتنا النهارده تركيب الجنزير بنظام القفل ازاي اللي هو العجله السباق. واتمنى الحلقه تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.